تمام، أنا سيدة فلسطينية بعيش في قرية من قرى شمال غرب رام الله، عمري 26 سنة. ما بشتغل، قاعدة ربة منزل حاليا هاي الفترة، عندي طفل صغير. خلال مسيرتي في الجامعة، طبعا في آخر سنة إلي في سنوات الجامعة، كنت أعيش في سكن الطالبات. يعني كنت في فترة من الفترات يعني سكرتيرة في مجلس الطلبة للجنة الثقافية، وكنا نعمل نشاطات يعني عادية. لحد يمكن 2 أو 3 شهور ما كان في زيارات، وهو معروف أصلا الأسرى الجداد يعني بطول عبين ما يطلع على الأهل أصلا تصريح، وفيما بعد يعني عبين ما يتمكنوا أصلا ييجوا زيارات، يعني بيكون الأسير تعب نفسيا. يعني لا اتصالات، خاصة إحنا الأسيرات ما كان في تلفونات، لا عند الأسيرات أصلا يعني إشي مرخص من الإدارة ولا إشي تهريب، فكان يعني وسيلة التواصل الوحيدة هي المحامين. وكانوا من فترة لفترة يجوا عشان عدد الأسيرات يعني 50 أسيرة، 40 50 هيك إشي كان، يعني عبين ما يجي لك الوقت اللي تطلبك فيه المحامية، يعني يمكن من شهر لشهر وشوي. هو نوم، ما كان في نوم تقريبا، كانوا يحاولوا يعني يشتغلوا أكثر على العامل النفسي، الأهل، الأم، إنه يعني انت مش مشتاكه لاهلك، امك بتعيط عليك، امك حزينه عليك، انه ليش يعني ليش تعملوا في حالكم هيك، انتوا شو اللي بيجيبكم على هاي الطريق. طبعا هي مش طريق، هي احنا اول عن اخر يعني كنت طالبه في الجامعه، ومجرد النشاطات الطلابيه اللي هي اصلا يعني عاديه وكل طلاب الجامعه بيمارسوها، بس هم انتقائيين يعني، وعشان يعني كانها قرص الدان لبقيه الطلبه طبعا. بس فكان هيك يعني، وإحدى المراحل يعني كان في دخل عندي عصفورة طبعا، يعني عشان تحاول إنها تشوف كيف أنا نفسيتي وكيف تضغط علي، دخلوها بس عياط 24 ساعة عندي، عشان يعني تحاول إنها يعني تأثر علي إني أصير زيها، تخليني أتعب نفسيا يعني من خلال هي كنموذج عندي جوا زنزانة يعني 2 متر في 2 متر، إنه خلص 2 أو 3 كاملين خلص عشان أنا أعيش الجو اللي هي عايشته طبعا. بس يعني حاولت اني يعني ما كيف شو هي الكلمة، يعني حاولت اني ما انجر وراها، انه يعني خلص حاولت احافظ على تماسكي. طبعا هو داخليا الانسان ما بيكون يعني متماسك كثير، بيكون هش، ولكن الصورة اللي بتظهر للعدو واللي قدامه يعني هي صورة افضل بكثير من الصورة الداخلية للانسان نفسه يعني. فحاولت احافظ يعني على صورتي منيحة، يعني انه انا قوية، انا عادي، شو يعني. العزل الانفرادي بس كان فترة التحقيق اللي هو 11 يوم في بداية الاعتقال في المسكوبية، ولكن بعدها في من الأمور اللي عانيت فيها فترة الاعتقال، أول محكمة نزلت فيها على عوفر كانت هاي المحكمة يعني بالنسبة إلي لسه إشي كثير مجهول، أنا مش عارف عوين رايح ولا عارف كيف هي الطريق، كيف الأجواء، عوين أنا رايح بالضبط، مسافة الطريق، المعاناة اللي راح ألاقيها، لأنه كنت كثير قبل السجن أسمع، وبعد ما انسجنت كنت أسمع الأسيرات إنه المحكمة هي عبارة عن عذاب، يعني يوم كامل من العذاب وأحياناً أكثر من يوم. في أول محكمة إلي يعني انطلب مني صراحة تفتيش العاري، وأنا ما بقبل في هذا الإشي. حاولت إني يعني كانوا مهيئيننا في السجن شوي قبل ما أروح على المحكمة، حاولت أستوعب هذا الأمر، حاولت إني يعني أهدي حالي شوي إنه يعني خلاص عادي، شو يعني زينا زي غيرنا زي هيك، بس في لحظة الإشي صراحة ما تقبلت من مرة وخلاص ما قبلت. فدخلوا أكثر من ضابط وضابطة وسجانين وسجنات يعني، وقاموا بضربي ضرب شديد، ويعني لحظتها من أسوأ اللحظات صراحة في الاعتقال، وإشي مذل صراحة.
مرأة رجل مين مكان هو إشي مذل فقط، وهم أصلا بتعمدوا الإذلال، يعني هم هدفهم في الإذلال، لأنهم عندهم وسائل حديثة بيقدروا يفحصوا من خلالها أي إشي مع الأسير أو الأسيرة بدون هاي الوسيلة. طلعت بعد عامين من الاعتقال، طلعت يعني مشتتة شوي، في حالة هيك فجوة بيني وبين الواقع. شغلي بحتاج لميداني ولطاقة كبيرة، تعرف الإعلام بده طاقة كبيرة والشغل الميداني يعني ضغط، وهذا الإشي صراحة مش قدرتي هاي الفترة. حاسس إنه يعني حسيت أول ما طلعت هيك يعني إني فقدت الشغف أصلا في هذا التخصص، بحاول يعني شوي شوي هيك أرجع أستعيد طاقتي وأرجع أستعيد قدرتي يعني على الشغل في هذا المجال. يعني قلق قبل السجن، أنا ما بعرف ليش، مع إني ما كنت متوقعة وانصدمت كثير لما اعتقلوني، بس كنت دايما أشعر بالقلق من هذا الإشي. ليش؟ السبب الوحيد بس إنه بحس إنه إحنا الشعب أي حدا بأي لحظة معرض للاعتقال. هذا الهاجس كان يظل يعني ينتابني. بعد السجن، بعد ما طلعت، يعني بحس إحنا عشان عايشين في قرية كل يوم اقتحامات تقريبا وكل يوم تسكير للقرية، فهذا الإشي خلص بضل لبعدين. يعني سألت كتير أسيرات صحباتي أو إحنا يعني من خلال تواصلنا المحررات، معظمهم هيك بيحكولي خلص لما نمر على أي حاجز بنحس إنه في إشي غلط، بنحس إنه في لحظة خوف عبين ما نتعدى الحاجز، في إشي إنه يمكن آه ويمكن لا، مش إنه يعني خلص دائما لا، إنه يعني أكيد. أحلام وكوابيس هدول عطول بعد السجن خاصة، كثير يعني الأحلام خلاص أجوا أخذوني، أجوا اقتحموا الحارة، يعني ما بعرف، قبل ما كان في أحلام كوابيس صراحة. قبل فترة قصيرة السلطة هون أخذوا زوجي عدة أيام، قعد عندهم يعني أكثر من أسبوعين بشوي، بس سبحان الله كيف أثرت على نفسية الطفل كثير وأفرقت معانا يعني فرق السماء والأرض. الطفل ما شاء الله نفسيته حلوة ومتقبل للكل، بيروح مع الكل، اجتماعي، بس اللحظة اللي أخذوه فيها والليلة اللي نامها أول ليلة برا الدار انقلب كثير. ليش أنت اليوم عم تحكي لنا قصة؟ يعني صحيح إحنا بنحب إنه وأقصى أمنياتنا إنه تتحرر جميع الأسيرات اللي جوا والأسرى أكيد، ولكن طالما إحنا مش قادرين على الأقل يطلعوا، يعني أقل ما فيها إنه تتحسن ظروف معيشتهم جوا، ممكن من خلال الضغط، ممكن من خلال يعني المؤسسات الدولية، من خلال أي حدا يقدر يساعد يعني يضغط عليهم إنه تتحسن هاي الظروف، الأسيرات اللي بدهم علاج، المرضى، الظروف المعبار اللي بدها إلغاء، هاي الشغلات كلها. عشان هيك يعني احنا بنحكي قصصنا. يعني ليش ما حبيتش انك بين وجهك اليوم؟ مش خوفا قد ما هو حرصا، انا عندي طفل صغير وانا مش حابب باي طريقة اني ارجع على السجن من مرة، واكثر من مرة صراحة بعد ما طلعت يعني تهددت.